شنو هم ذوك الوتات عينتهم شنو؟ لا لاند روفر، لاند روفر اللي هي سجل عسكري كان، لكن وتات مسبوقة يعني مسبوقة الصنادرة. والله والله سباقة الصنادرة، وجاو توفوا نجيناهم جاو فيهم شوفيرات، فيهم شوفيرات، فيهم فيهم خارقة وتا، فيها فيها ثلاث رجال متعمين ولابسين الزي المدني، هم كاع كاملين مدنيين، ما نعرف اهلي عنهم لا ضباط من داخل موريتانيا من داخل البلد. يعني ضباط متلقينكم على الحاج، متلقين انا بعد باش ما نعرف يشاركوا معاكم في العمل. لا لا لا، المهم عنهم جاو وباش لهنا فطن عنهم صنادره بهم اللي يسلموا للكولونيل. حياه وتحيه عسكريه. حياهم تحيه عسكريه. ومشاو قبالنا احنا وتاتنا وركبنا فيهم. عطاوكم الوتات خليناهم عطاونا الوتات ومشاوهم ومشاو بلباسنا اللي كان عندنا، الزي المدني اللي كان عندنا درناه لهم ذوك الوتات ومشاو به. يعني الزي العسكري جايبين لكم الناس اللي ريتوا في الضفه التانيه؟ لا، الزي العسكري جابرينه في الضفه الغربيه، دفة السنغال، لحقناهم على المدافع ريتوهم على حابه. ايه هو وهذا يغير يغير. منين تلينا عندنا الحاشيه التليه خلينا لهم، خلينا لهم الزي المدني وسنا الزي العسكري ومشينا. يعني انتم بدلتوا لباسكم اللي على ضفه موريتانيا؟ لا، على ضفه موريتانيا حق بقى. ولبستوا زيكم العسكري؟ لبسنا زينا العسكري كامل. كانوا تريات ميليتير طبعا. ايش كانوا لونهم؟ شنبتوا ذاك؟ لا كيف تتريجي صنادره هون ما فهم بصل. شفتوا حد اخر ما هو الجماعه اللي تلقات لكم؟ لا 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 ما شفنا حد اخر. لا. واللاندروفيرات اللي عندكم مدري كانوا ذوك المدرمزين اللي عند ميليتير؟ لا كيف تهاو الاندروفيرات اللي عند ميليتير؟ لا فهم حوالين الكولونيل اللي معرفه كلهم متحمم به. واحنا اللي مثلا ما عرفنا حد ولا شيء، كنا عند دار قفار. ومن ترى الكولونيل كانوا منين يلبسوا لباس ميليتير؟ طبعا كانوا جايين معاكم من السنغال لابسين زي مدني. زي مدني طبعا. ومنين يلبسوا زي ميليتير؟ من ترى كانوا مداروا خطوطتهم؟ لا 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 لا، كاع في نوع من الامور ما يتواصل. بالحرب اصلا في العاده ما يعود العسكر ما يعود الضابط السامي ما يعود معروف ولا كاع ما ينعرف. الطريقه اللي توزعتوا بها شنو؟ بارك الله. انا الوتة الاولى فيها عبد القادر ونيانك وابراهيم العلي واسماعيل والمحمد ويعقوب اللي اتفق العالم. هاي من يحرك الوتة الاولى؟ يحركها عبد القادر. عبد القادر العقيد قائد شخصيا هو اللي يحركها؟ قائد شخصيا هو هو اللي يحركها، قبضها من الشوفير وهو هو اللي يحركها. والسياره الثانيه؟ السياره الثانيه فيها الكولونيل احمد سالم يرحمه، وفيها محمد ولدود السك، وفيها المتكلم، وفيها احمد الندايات، وداه محمد العبي. يعني كتيبة تريرز مثلا؟ ما هي كتيبة تريرز، كتيبة موريتاني هي فيها هي 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 هي, 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 هي هذا موريتاني كامل. هي فيها انت واحمد سالم واحمد الندايات؟ طبعا. هذو رجال من اهل المدرد؟ هذو طبعا رجال من اهل المدرد. وجماعه الاخرى؟ جماعه الاخرى رجال من اهل موريتاني كامله. يعني لا ثقته هو مثلا احمد سالم هي اللي مشات معه؟ طبعا معه. هو انت رقاش، انت رقاش اللي تمشي ذا النوع من الامور اللي يدخل ولا حد يثق فيه؟ يسوى من اهل النعمه ويسوى من اهل الباسك ويسوى من يسوى منهم. اللي هو قاعد يقول تعود خوك وتعود ما تثيق فيه وتختار عنه واحد من اهل البير والله من اهل. ومن يحرك الوتك؟ يحركه هو اللي هو احمد سالم طبعا. يعني العقداء الاثنين كلهم حرك السياره اللي متواليه حق بقى حق بقى. وكلهم كان عنده مدفع؟ طبعا كلهم كانوا عند لا كابوس مثلا مسدس؟ فم لا كابوس وفم مدفع وفم جرناد. السلاح دارينه في منين بالضبط؟ كانكم دارينه دارينه كلكم مثلا رافد مدفعوا معاه ولا رفتوا سرتوا كميه من السلاح؟ قلت لي علمكم في الضفه الاخرى ان كان عندكم 20 والله غير خلينا هيك بقى من هلا قلت منها لا حاجتكم؟ لا حاجتكم. والاخر خليته الحال خلينا فهم ما نعرف كان 20 والله 15 على كل حال يضعف قدر العدد اللي كان عندكم من السلاح. اي فهم قدر عقابه خليته الحال اللي خالقين ثلاثه كانوا يالتهم يجوا ولا جاب كيف قلت لك معناها انا اسلحتهم يالت تعود فهم لا تتعودهم يعني بقاو عند حابه طبعا. والوتة الاخرى؟ الوتة الاخرى اختفت انا ما اكتفيت انا ما نعرف الا في هذوك الناس في واحدين من الداخل قطعن وقطعن عنهم جنود والله ضباط بهم اللي هم لابسين زي مدني وسلموا عليهم حياهم تحيه عسكريه وبعد باش نفطن انا عنهم عسكريين ومشاو.
اختفى عنه ما قبلوا نفس الطريق اللي قبلتوا انتم؟ لا ما انا ما انا لا اعرف معناه عنكم انتم غيركم شات من الضفه داخل موريتاني اللاوتين اللاوتين الا سيارتين سيارتين حقبة كل وتة فيها عقيد وتحرك وفيها مجموعته اللي معه كل واحد منكم كان عنده كلاش همولته من الذخيره كان كلها فيها 35 كرتوش كل 35 كارتوش العادي يعود الشارجير كلاش يعود فيه 30 كارتوش فيه 35 كارتوش الشارجير اللي عندنا فيه 35 كارتوش وكلنا عنده خمس شارجيرات كلكم عنده خمس شارجيرات والقنابل اليدويه اللي عندك القنابل عندك منها كم تقريبا القنابل اليدويه في منها سقيبه بحق انه غير ما وزعت عليكم لا ما وزعت علينا ما لا ما ما, ما هي شفت القنابل اليدويه اللي عندنا منها منين تزرقها بليدة 50 متر مربع ما يبقى فيها رجال ولا ما ليكلنا ما بقاونا نعملوه نعرفوا تعميله غير ما بقى الحد من الضحايا ياك ما تموت الناس تو نظرة كان ذاك الوقت كان قالكم البرنامج وقت انطلاقتكم كانكم سابق تمشوا تركبوا الوتاد وتمشوا قالكم الخطة شنو هي بالضبط نعم قالت لنا الخطة كيف انقلتكم؟ تبارك الله لكلن الكادير ومجموعته وعدين لكوميتا ميليتير وإحنا وعدين لبريمير مينيستر لما قال لكم التوجيهات اللي نعطات لكم في الخطة تسمع جايتك الأخبار أنت مالك سولتني يعني سنجاوبك قلت لك عن لكلن الكادير لبريمير هواتير وعدين لكوميتا ميليتير وعدين إحنا لبريمير مينيستر ولا هنا قبضوه ونخلطوا عليهم هم اللي بيروهاتهم متقاربين ونعودون تسنتي القضية مثلا شو واعدة قضية تسنتي شو واعدة قضية واعدة أن لها خلص موريتاني من هذا الدكتاتور اللي عليه هي الواعدة وهي برنامج نصلي بقيت الخطة في حالتكم سيطرتوا على الوزارة الأولى وعلى قيادة الأركان بقيت الخطة شو إحنا ما سيطرنا على الوزارة الأولى وقيادة الأركان والرئاسة لكن وزنا جايين وقير كانت ينتفوت يعني على مازالت الخطة على التواقط ما فات مثلا ونفذت في حالتكم سيطرتوا على هذه المنشآت الحيوية الخطة الموالية شنو الخطة الموالية لها تعدل عن كوميتي ميليتير فيها رئيس وفيها أعضاء وتعدل حكومة مدنية ومنين يفوت شهرين لا يخلق أنا معين على عين بالضبط أنا عين على بالضبط مثلا توما عندكم خطة عسكرية ماشيين عليها لها تسيطروا بتنكم في البداية الوتة اللي فيها أنت أحمد سالم وسيدي لها تقيس الوزارة الأولى وزارة الأولى لعلمك الخاص تلك الساعة ما تخلقت بك اللي قلت لي أنك خلاك أطراف عنده وزارة الأولى تلك الساعة في الرئاسة رئاسة الجمهور رئاسة الجمهورية مثلا عدم تقاري هو باب عاد مخلط شوي من درك اللي كامل في بلد يعني أنتم الرئاسة قايسين الرئاسة وقيادة والوتة الثانية قايسة قيادة الأركان يعني التفصيل العسكري من درك مثلا أنتم الرئاسة من درك كانت في بلد هذاك ولا كانت شوف قيادة الأركان قيادة الأركان لا من تالي قيادة الأركان قسناها فتنا جينا للوزارة الأولى يعني ما يعني علينين فتو قستوه يعني الخطة بالضبط عن دور تفاصيل الخطة العسكرية سابق تونس شوف احنا بعد قبل نجون نواكشوت انت اللي عجلت احنا قبل نجون نواكشوت ما فتنا جينا لي احنا غارك ما فتنا جينا نواكشوت احنا ما زلنا 100 كيل قبل تقولتي لي 100 أكسامو إحنا مشينا وقطعنا وقيمنا وعندنا وتات عسكرية وجاتنا وتة ثالثة كيف قلت لك وفي ذوك أرواقيج اللي سلموا لكولونيل واختفوا وما عرفنا إيش خلق لهم ومشينا لعود 40 كيلو قبل تبوتي ليميت وعدلنا تاي وعملنا شيء الاتجاه اللي قبلته الاتجاه اللي قبلنا تورا جاي البوتي ليميت من قبله جوليته مثلا المنطقة يعني المنطقة الحدودية اللي قطعتوا لها وجبرتوا فيها الوتات شين قال؟ ما هي بعيد لا قبل ريشارتو ذاك البحر اللي شرقوا كيلوات منهم والله ما نعرف كم في شمامة هي نهر السنغال نهر السنغال قرب لبليدة شنو كانت قرب حاضرة ولا قرب قرية المنطقة شنو؟ لا ريشارتو قبلته ما هي بعيد منه ايوه
منين مشيت على الطريق؟ منين مشينا على الطريق؟ قلت لك عنا تجينا وفوتني الشيء. خذتوا على حواضر، خذتوا درنا ارقام الوتات. لا ما اخذنا عليه، انا ما فطنت لهم. درنا ارقام الوتات، درناهم في الليل. احنا قاعدين نشمن النهار نتجو ونهيش من دار الارقام. ده صديق قال له ابراهيم العلي مازال حيا ويرزق ويطول عمره ان شاء الله من الجماعه. في بلد وقفته جروا ارقام الوتات؟ وقفنا لهيعود عند لا محق عنا من يقطعنا 40 كيلو ماشيين في التراب. 40 كيلو تقريبا. واصلتوا ورا لك؟ واصلنا ورا لك وتمينا ماشيين لين دخلنا ابو تليميت من قبل. ساوك تدخل ابو تليميت ما وطيتوا في حاضر؟ ما وطينا في حاضر ولا تلقينا احنا حد ولا تكلم لا كالمنا رقاس وهم. يعني كنا اللي تنمشوا بكم يعرفوا التراب؟ يعرفوا التراب حتى هو كل شيء يعرفوا. يعرفوا التراب يستناروا والله. معناه على انهم يجنبوا انهم يوخوا على اي تجمع، تجمع ما اخذنا عليه ولا شيء ولا فطنا ولا اخذنا على حد. والبليد اللي وقفتوا فيها منين؟ البليد اللي وقفنا فيها قلت لك عنها لا عند لا يتعود لا مشي 40 كيلو من البليد اللي قطعنا منها الصف. 40 كيلو من البليد اللي قطعتوا منها الصف؟ نعم. قعدت عدت استراحت تاي؟ أدنى استراحت تاي وعدلت ورقمت الوتات. رقمنا الوتات وبعدين وبعدين قيمنا حدود 10:30 ل 11 من الاستراحة. مش خليك بالآخر ما هو قضية ترقام الوتات ولا قضية قاعدين على ايش البريد اللي قاعدين فيه شنو كان على زيرة؟ لا قاعد على زيرة تراب بيضة كان تراب بيضة شنو الصنادرة مثلا ما فهم ذاك كلت ذاك الوقت شنو؟ ما ذاك صام شحود عنك ما ما ذبحتوا؟ لا ذبح اخبارها كنتم مخلعين ذاك الوقت؟ لا كنا مرتاحين الى اقصى درجة. انا قاعد منين دخلت الاراضي الموريتانية ارتحت كيه اللي جاتني رواية مونك ريح مونك والله الشيء ما قدر نعبر. ما كنت متوتر؟ ما ابدا ما كنت متوتر. والقادة معاكم تسلوك هو معاكم جيدة جيدة لا كيف لا كيف كيف رقاش مع ولد له يبقيه هو كانت جيدة. ما كان فهم أي تشمج ولا أي ارتباك ولا شيء ولا شيء. القادة ما كانوا مرتبكين؟ ما كانوا ابدا ابدا القادة ما لهم ابدا ما لهم ايش؟ القادة ما لهم من قمة موريتانيا رقاش ما يقدر يعود قايد ويعود يرتبك. عندهم تجربة في الحرب؟ تجربة طبعا ابطال. ندرك كانوا واثقين على خطتكم على انها لا تنجح وعلى انكم لا تعدلوا طن ما لا يخلوا يجي؟ واثقين فيها تماما. ندرك كانكم درتوا خطه بديله في حالتكم فشلتوا؟ شفت القضيه قاع الا عند القوم عند عبد القادر وعبد السالم ذاك اللي ردوا هما بيناتهم ما يقدوا ان انت منين رجال منين يعود شيخ ما يقدر يعود الا منين تخمم تخمام يقول هم هؤلاء ايش من الناس معاه. التعليمات اللي يعطيها مباشرة عبد القادر؟ التعليمات واللي يعطيها عبد القادر به اللي هو الشيخ التنظيم اصلا. هو اللي يوجه؟ هو اللي يوجه طبعا. هي هو كل مدة عنده الشيخ وبعد الاستراحة مشيتوا باتجاه بعد الاستراحة مشينا باتجاه انا قاعد ما نعرف شنو. المهم عنا بقى تمينا لين دخلنا وقال حد هذا بوتيليميت ورجعنا. الساعة كم جيت البوتيليميت؟ انا لا ماسيها الساعة من ويل 1:30 من ويل دمي الى طال واحد على كل حال. دخلت الدشرة قبال والله مجنبينها؟ جنبنا الدشرة قمنا داخلين هي غير منها هو جنبناها وجينا من عند العلم من في اتجاه تقريبا اتجاه نواكشوط. اتجاه نواكشوط مشيتم على الطريق الرسمية والله؟ والله قبلتوا طريق ما هو الا رجعنا من دخلنا ابو تليميت رجعنا الين فات عنا الدشرة مشينا وجينا ساحل بوتليميت و قبلتوا قدرون؟ وقبلنا قدرون وثمينا ماشيين معاه ما فهم بوسطة ما فهم بوسطة ولا فهم شيء اسوه هو شنو لا تلقان هو وتات صنادرة يزنوا. معناه عليكم قبلتوا الطريق اللي تمر بها السيارات عادي الطريق الرسمية؟ الطريق الرسمية طريق الأمل العادي. وتميتوا ماشيين عليه لمين؟ تمينا ماشيين عليها إلين تنسويلم. لين دخلت في تنسويلم؟ هي لين دخلنا في تنسويلم بليدة يقولوا لها بليد كارفور تنسويلم ذاك
ديك الساعه الناس ما هي ياسر طبعا الناس ديك الساعه ما يعود كيف طار ما هو كيف طار يعني تقريبا لحقتوا منطقه كارفور النسوي حاليا مشينا اغوش وفهم علب والله شيء وقعدنا يعود وصلنا فهم الرابعه والنص الخامسه خمسه قعدتوا على علب فهم كانت المنطقه فهم مهوله بسكان ما فهم حد ما كان حد كان ما انا قاعد قريب منها ما انا قريب من قدره غير بعد ما كان فهم ما لاحظنا فهم حد ما فهم حد ما انا قاعد ما انا لهن وقفوا بليده في ذيك القعده ايش عدلته فيها؟ ما عرفت النسوين على كل حال ما رقاد بعد قليل انا قاعد لهن وقفوا هنا لا الخامسه والله حاول حد منكم يرقد؟ لا انت ما رقدت؟ لا ما رقدت شاب صغير وصحيح ما شب ماني قاعد نعسى ما هو الخلعة؟ إيه لا ما انا ماني شاك عن حد قاعد عدل ذيك العمليه اللي يعود مخلع هو احنا هو رجال عدل ذيك العمليه ما هو مفرس اليه ولا شيء مخلع قاعد حاله ولو كان مخلع ما يجي كان مخلع قعدت تو ما تكلمت ولا والله لا الكلام ما هو الكلام عند الكولونيل كولونيل ايه ما نقول ما قعدوا حدهم وقعدتوا انتم في زر ثاني لا احنا كاملين في بلد قاعدين على زيرك انتم ذاك التمييز ما هو خالق احنا فر في بلد قاعدين على زيرك انتم لا كنا قاعد قعود في الوتات احنا ما عندنا وتاتنا ما قضيتوا عنهم قضينا عنهم بعد قضينا عنهم من عاد مع الصباح قضينا وعد ان فهم رجيج وصغير صنتوا في اللي لا عد ان انسبكسيون دي زرم وخرصنا بدافعنا وخرص اياك مثلا ما في مشكله اياك كلاش اسمع معناه تجهيز السلاح عندكم طبعا الين عاد تقريبا تاسع ونص يغير بعد مولي خارج رواله ينشر عليها مشتوا الهيدالة مع الصباح مش الشور البير والله هو حاس نفس اليوم نفس كان اليوم. رئيس حينه محمد خونه والهيدالة مش بوفد دبلوماسي في طائرة قايس منطقة في الشمال ينقال الشقات وكان يقول المغرب اعلن هذه المنطقة اعلن فيها قاعدة للبوليزاريو به اللي قبل ايام نفذت جبهة البوليزاريو عملية استهدفت بها ذكنا للجيش المغربي وكترت منه عدد وأسرت واحدين المهم أعلنوا قاس البير للتفقد من درع ذيك الفترة ذيك الفترة احنا بعد اللي يفسروها برواخرة فسروها عنه هارب هو رقاج ماشي هو أنا سمعت عن حسست المخابرات الجزائرية أنا ذاك عن ذم مجموعة متباركة دورة تقلب النظام وهو بعد الاستاذ مارس فجر ما احنا بعد نقولوا عنه الله هرب وفجرايت الاستاذ مارس ايش عدلتوا انتم بالكم؟ فجرايت الاستاذ مارس قلت لك عنه الهيداله بعد احنا نقول احنا بعد فيسروح عنه الله هرب هو كان مبرمج هذا الرحله ما كان من قال ذاك لا ايش يقوله هو من قال عنه كان من قال عنها حق يعني انه هو اللي يقدر يعود قال عنه كان مبرمج وتعود ما هي حق بون قعدتكم انتم في ذاك الوقت ذيك الفجرايت مش عدلتوا من الشيء ما خاطي لانكم كنتوا تصنتوا لرجو احنا ما يعني ما لا خرصنا مدافع انا كيف قلت لك وودنا جاهزين وتوه ويالتنا منين تعود نافر دمي يالتنا ندخلوا العاصمه وتوه به اللي لا رينيون دي كوميتا ميليتير العاشر نعات التاسعة والنص نعات التاسعة والنص قيمنا باتجاه اي زر باتجاه باتجاه العاصمة القصر الرئاسي مشيت على قدرون الرسمي مشينا على قدرون الرسمي وباتجاه القصر الرئاسي ومشينا لين لحقنا بلد لليسي حقتو كارفور مدريد لحقنا كارفور مدريد وتخطيناه كاع لحقنا لليسي عرب لليسي عرب ومشينا وكردنا ذيك التورس الوعد لا بريزيدانس مباشرة ودرنا اوتيل مرحبا ايدينا العسريات هذا مجموعتك انت وحمد سامي هذا مجموعة السنتين حبلت متافقات ما فاتوا تفرقوا لحقتوا اوتيل مرحبا ما تفرقتوا ما تفرقنا ايوه احنا قاع مالنا متفرقين وبعدين وبعدين اتجهنا الى القصر الرئاسي واخذين من قدام البنك واخذين دايرين البنك المركزي ليد العسريه اي تكون عسريه ايوه ودخلت لا بريمير فواتير في الرئاسه في الرئاسه بس من حيله دخلت ما اعترضكم حد ما اعترضنا حد بس من حيله دخلت نقولوا له به اللي قبل لك بزمن
القط دخلوا فم والتين مدخلينهم ضباط فما تيها يدور يعرفوا اللجنة العسكرية مجمعة يدور يعرفوا كان لا يتلقاهم شيء والله ما ولا يتلقاهم وعندهم أمودو باس منين خاف شهرهم سانتينيل مودو باس اللي هي الشهرة كلمة سر هي كلمة سر خاف شهرهم سانتينيل قال لهم أنا كابتن وراني بعد من المنبر مرحم إليه رحمة الله علينا وعليه إبراهيم الجدو قال لهم سكريتي منين قال لهم سكريتي سلمت عليه لسانتينيل ودخلوا وكانت نفس الخطة سارية المفعول ماشيين إليه مهم عنا قاع ما تلقانا حد تخنوتو الوتات الثنتين دخلوا الرئاسة ايوه احنا واعدين بلد هذا كامل في بلد البريمير مينستر وبلد الكوميتي ميليتير الله بلد مهم عنا تخنا ومنين تخنا هو ما فهم حد سوى هو الكوميتي تخنين دخلتوا مقضكم كان شنبتوا لا قضينا دخلت ندور التفاصيل شفت منين دخلنا قضينا وقمنا دفاع وقاعدين احنا ومجموعتنا وقاعدين للبريمير مينستر لين عرفتوا وقاعدين هم الكوميتي ميليتير منين لحقنا لفوق الكوميتي ميليتير اللجنه العسكريه قاسها كادير اللجنه العسكريه قاسها كادير لا بريمير فواتير وذاك اللي فيه ايوه لا ديزون فواتير قلنا احنا للبريمير مينستر ندور ونعرفتوه ونجيبوه لهم هم نجيبوه في بلد نجيبوهم في بلد وقيمتوا واعدين نفس الوزير الاول الوزير الاول كان هنا سيد احمد بن بنيجارة يا طير ما هو فهم وقام حد صنت قام حد من التركه واخبط تليفون يدور يقطع الاتصالات تليفون في الرئاسه فماتي رفلها وطارت في رئاسة الوزراء رئاسة دارتو في البريزنس هذا كامل في بلد ذيك الساعة كامل في الوزارة الأولى والثانية والرئاسة ظهر في بلد ذيك الساعة من أخبطها رقاش قلت لك من الجماعة طار التليفون اسمع منين جينا هو قاع لكم التمليتار ما يفهم من آدم اللي هو الهدالة هرب الفجر قال عنه واحد اللي نقاله احنا بعدها منين قاعدتنا وزاونا الصنادرة فهم الأمان وقالوا انه الهدالة مش عقاب الليل هرب اسمع جاونا فهم الصنادرة يقولوا عند سابق عن على السابق يجوكم الصنادرة يعني دخلتوا ثم اللي قستوا الوزير الأول ايش خلق لكم منين جبرناه ما هو فهم قال أحمد سالم سفيني لكو عفاري هذا قال لي واش عفشل يلي الوزير الأول ما هو فهم ولكم التمليتير ما يفهم اسمع منين عاد تحتي هو صنع نماريت الوزير الأول وفيتوا منه احنا ما ريناه قاع هو جايتك الاخبار منين مشينا مشى عبد القادر شور لي طماشو سابقا كان عين عليه توما مشيتوا ودخلتوا على الوزير الاول ولا ريتوا في كم من وقت مضيتوا في بل الوزير الاول ما سينك دي مينيت ما هو شي لو دولو هذيك بروهات نعرفوا كانوا فهم والله متروق والله شي والوزير الاول هروفطان والله حس عليك وخاض من بربله الرئاسه كرد الخلب قالوا هان فطان لوجودكم فطان لوجودنا فهم مهروف مزينا فهم مهرب بس من حال فطان ما نعرف الا ما نعرف الا قالنا فهم قالنا انه فطان وانه خاض من لا بريزيدانس دافع وخاض من رصاه من هوك بربلي قالوا لي رجال قالوا هنا باط وحدين قالوا لنا على الوزير الاول في نفس الوقت قالوا الوزير الاول هرب ونتكلموا معاه حس الخبيط حس الخبيط عند الفم يعني الاخفرقت اللي انتم في رئاسه الوزراء الاخرين عند اللجنه العسكريه عند بل من اجتمع اللجنه العسكريه عند باهي منين ما راوهم الشيخ اللي قالهم قلت لك عنه منين ما راوهم قاموا واعدين مش عبد القادر ايوه واعد لي طاماجور ناسيونال سابق الخبيط اللي ذكرت ترك سببه قلت لك عنه تليفون اللي خبط من هذا التليفون منين خذنا هو ضحايا فماتي وتبادلنا مع الناس ضحايا اخبارهم خلق الخبيط الناس اللي قدام عند بلد لا سانتينيل خبطوكم باتجاه الوزاره والله باللجنه العسكريه لا تقول الوزاره باتجاه الرئاسه باتجاه رئاسه الجمهوريه يا غير كانوا بل الوزير الاول في الرئاسه بل الوزير الاول والرئاسه لله واحد طرسوا عليكم النار طرسوا علينا النار وما تواروا ومن ذا المنبر مرحم عليهم مرد عليهم
ما رد عليهم قاع حد حكما من اللي يغير قاع لا من يخذنا يهم دفاع جاي مخلعين وكلهم يزرق مدفوع احنا معاكم اللي هم الصنادر اللي كانوا يخبطوا القدام. لا هم مدى خبطتكم توما في بلد ورفلاتكم مدى ما رديت عليه اللي هو هربوا وذي اللي مات منكم توما ما هم. مات من رقاش انشرح من رقاش واحد على الكريش الصغير قال له محمد ولدود سك وهو اللي انشرحه لا علمنا قاع بشرح به اللي بقفهم في الرئاسة هو داول محمد العبيدي رحمه واحمل اندايات و وابراهيم الليلي والناس اللي طاحوا قلت عليهم قتلوا من قرد الرئاسه ذاك الوقت فهم دي سيفيل هم واحدين من فهم واحدين مدنيين موظفين فهم براء موظفين والله ما نعرف رحمهم الله يرحم الجميع. المهم عندنا خذنا معنا على ذو المدنيين ماتوا ينخبطوا الناس اللي كانوا قاردين الرئاسه طبعا ومنين ردينا احنا عليهم الناس اللي كانت تخبطنا هربوا ما رينا قاع حد منين خذنا قاع ما رينا حد من درك كان قادتكم شاركوا معاكم في خبيط رد على خبيط قادتنا لو كانوا مشاركين معنا في الخبيط ما يبقى رقاش هم مات يغير كلهم نتيري با قال كونكم لا تخبطوا احنا لو كنا لهين كتلوا ما هي يداروكم ايش تموت الفرقة يداروكم تكرد ولا تموت انتم مثلا خابتكم مدامة ترد عليها احنا اسم البراء هذا فهم والناس منين خذنا وردينا عليهم ما ريناهم كردوا لخلوا فيهم اللي جاي اربعة وزرق مدفع ويقول لنا هما لا خبطوكم وهربوا خبطونا وهربوا سمعت باحرين قاعد يسمعوا وذيك الساعة من مسؤول عن تأمين الرئاسة الله ما نعرف هذيك الساعة قاع ما هو كيف دارك هذيك الساعة صنادرة ما هم خالين طيبين الساعة ما سبعة رواقي هذيك الساعة قدو يعني الوقت الخبيط الزاوية اللي واقفين فيها شنو هي البلد اللي كنتوا واقفين فيه شنو وقت الخبيط في الرئاسة كنا واقفين في الرئاسة لا في الرئاسة رئاسة غير أي زر منها لا بل منين يدخلوك بل منين يطلع حد لفوق اللي وقت الخبيط أنت تدخل الرئاسة ما الله ما دخلت ذي اللي احتميتوا به شنو مثلا نين خبطوك من ناس المبرك اللي قبلتوا ما قبلنا مبرك منين خبطونا قمنا متقدمين ندور نعرف اللي خبطنا شنو ردينا اللي خبطنا اللي خبط منين قاع شفناه هو ما ريناه نتيريبا هم دائما يكررون نتيريبا هم لو كانوا خبطوا والله لو كنا هامنا نقتلوا تموت الفرقه تعود كارثة الأمر هو رقاش كل مدفع فيها خمس شرجرات وكل شرجر فيها 35 عمارة ثم الرئاسة أخذتوها الساعة كم؟ الرئاسة دخلناها الساعة العاشرة لماذا التوقيت كان يوم كم؟ يوم 16 اللي هو كان يوم الاثنين كل يوم اثنين اللجنة العسكرية تتجمع معناه أنكم اخترتوا التوقيت بالضبط طبعا والله ويقولوا على كادر على انه قاعه الاجتماع على انه دخلها واني ما راهم توف على انه فقع وقام يرفالي خالد هذاك مع كادر ما يرفالي كادر كادر عاقل ومجرب وما هو له يرفالي لو كان له يرفالي ما خلي منهم رجال ما انفقع من يرفالي لو كان له يرفالي ما يجبر معاويه وعشر ضباط معاه يقتلهم كاملين ذاك جايين مثلا بعض قايل لك انا ايوه الناس جيتوا للرئاسه الساعه العاشره ما رايت الوزير الاول رايتوه يعني نحس بوجودكم هرب لا تستحمل هذا الوزير الاول هرب رقدت بعض يعني مثلا انتم قلتوا الروايه هذا قلت لك انا عنه لكن تكفر والرئيس هيداله كان شور زياره ذاك ذاك يعني غير ذاك اللي اي فيصل الرواخ و و و و وفي نفس الوقت هم اللي ما رايتوا اللجنه العسكريه مجتمعه وخبطوكم ضيوف بعض خبطوكم بعض الامن شور بلد سنتينل قدام مرجانا من الخبير رئيس هرب بتعلنه طبعا الرئيس هرب هو الرئيس له ينقلع منه الحكم وله يجيه مدة ما يعرف من منين جايته شي دور عند البير وشي دور عند له والمغرب يعرف عنه بينه هو وهي دق وذبح له هي شاد عليك عنه له هي له يقل المغرب عما فهم قاعدة عسكرية وشياف يمشي في خلقاتها أنا رئيس مقبول الهيدالة بالنسبة لي أنت قال عنه ما قاس البير لأنه كان في نواكشوط هو ما قاس البير قاع هو مشي فعلا غير مشهر به اللي بوليزاريو ما هي بعيد مفهم ويدور منين الانقلاب ما منين يزح الانقلاب قريب مفهم يقيس الجزائر والله يقيس بوليزاريو يعني هو كان متأكد مثلا الخارجين هما
12 راجل ولا 13 راجل جاي نواكشوط ورئيس عنده ذم الوحدات العسكريه اللي يحس انكم دخلتوا نواكشوط يقوم هارب ما واجهكم ما ولا في العاده مولين قال عن انه يهرب وفي العاده حسب اللي يرتوى عنه من الضباط على انه كان شجاع لكن لا المخابرات شو هو بعد قاعدتان ايتان القتال اللي خلق بين موريتانيا وبوليزاريو هو ما يجبر حد من البوليزاريو حال قال الرواية ما قام يبكي هو قاع باكي ليش هو راجل شجاع قاع ما يبكي تبكي انت قاع يالتك تعود تقطع ما رجل قدر ما قضيت فرضيت على نهرب هو الرواية ذي الأحداث والصدمات الخلق اللي شفت مات ما في شي خلاك تبكي ابدا شنو بكين ما تألمت تألمت عن موريتاني حاكمه الهيدالي ويقتل فيه وتموت يغير بعد شيء عندي انا من نفسي به اللي فهم ضحايا انت كان قتل كان متأثر بذا المظهر الشاب شيء عندهم ذو المدنيين اللي انكتروا في الرئاسة شيء عندهم شيء عندهم اصل شيء عندهم من درك كانوا شيء عندهم ما يبكي هم قاعد وصفهم ما يبكي ما يبكي ما وصفهم ما يبكي هم اللي انكتروا أثرهم بكاء والله لكن زين جايين قضيت ايوا اللي ما ريتوا اللجنه الوزير الاول ما قديتوا تلقفوه ما ريتوا شم ذا وخبطوك من الناس وزرقوا مدافعهم وهربوا الخطوه المواليه اللي عدلتوا شنو؟ الخطوه المواليه اللي خرجت بقاوا اربعه من لقوم فم من مجموعتنا فمات في الرئاسه في محمد ولدودو السك يرحمه واحمد الندايات يطول عمره وداه المحمد العبيد رحمة الله عليه وإبراهيم العلي طول عمره بقاو في الرئاسة حاكمينها متوزعين متقسمين ومشي واللي سانتينيل ما تلوفهم سانتينيل الأخبار هذا أنا الله لك لهم زرق مدفعوا ويقولهم معاكم وهيش ولا يقدقى حد يحرق يعني بقاو الله هم يوك في الرئاسة بقاو هم يوك الأربعة في الرئاسة سيطرين على الرئاسة سيطرين إليه ومشى عبد القادر شو اللي تامر قيادة الأركان على رئاسة الحكومة على رئاسة الحكومة هي رئاسة اللجنة العسكرية والحكومة اللي في بلد كاملة سيطر هؤلاء على القصر الرئاسي على اللجنة العسكرية وعلى الوزارة الأولى ولم يجدوا أيا من الرئيس ولا من أعضاء اللجنة العسكرية ولا حتى الوزير الأول ليقع هؤلاء في ورطة في الحلقة القادمة نتابع معكم بقية الأحداث.